التحية متجددة مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام، وتواصلنا يستمر عشاق الأصالة هكذا يسير على بركة الله وتوفيق الشوط الثامن الخاص بفئة الجعدان، انطلاقة سليمة وموفقة نتمناها لكل الحضور. تابع المقدمة والبداية والمركز الأول، وهناك حيلان محمد بن مهير بالصوب الاكتبي، مرحبا بمضمر الطيارة اللي معلن تواجده على مقدمة الشوط وعلى الصدارة وعلى المركز الأول، بينما النقلة إلى المركز الثاني. وفي المركز الثاني ثانية شوف سكر عبد الله بن سعيد بن سالم خليفة الكعبي، بينما في المركز الثالث حرب سعيد بن عامر بن دعفوس المنصوري، بينما في المركز الرابع هنا ياتي هنا الشبل مبارك بن سعيد بن محمد بن حمدش الخيالي. اما في المركز الخامس وشوف التواجد الان، هذا مطنش احمد بن محمد بن راشد الظاهري يحتل المركز الخامس. هكذا مشاهدينا الاعزاء ومتابعين الكرام نتيجتنا للخمسة المراكز الاولى، ولكن عودة الى مقدمة الشوط والى البداية الى المركز الاول. سكر على مقدمة الشوط، سكر على البداية الاولى عبد الله بن سعيد بن سالم خليفة الكعبي، بينما الشبل ياتي مبارك بن سعيد بن محمد ايضا بن حمدش الخيالي. اما في المركز الثالث وفي المركز الثالث مطنش احمد بن محمد بن راشد الظاهري يحتل المركز الثالث، بينما في المركز الرابع اشوف الوصول، اشوف القدوم من حرب سعيد بن عامر بن دعثوس المنصوري، وقادم ثانكيو اللي قادم لمحمد بن ثاني بن محمد بن قطامي السويدي، يصل في هذه اللحظات. ولكن عوده الى البدايه، عوده الى المركز الاول، الف ومئتين يبعد خط النهايه، 1200 ولكن اشوف شيء ما شاء الله وتبارك الله، غير مطنش وانطلق وطنش للجميع وراح في مقدمه الشوط. بسم الله بسم الله بدون اي اوامر، ما تحركت عصاته، ما تحرك اليه، العصا محنطه في البطان بدون اي اوامر. الله يا سلام، احمد بن محمد بن راشد الظاهري ظهر لنا مطنش اللي طنش على كل الجعدان وروح على مقدمه الشوط، بينما في المركز الثاني سكر عبد الله بن سعيد بن سالم بن خليفه الكعبي، بينما بن حمدش ياتي على المركز الثالث يقدم لنا الشبل. ولكن عوده الى مقدمه الشوط، عوده الى المركز الاول، الى مطنش الان، الى مطنش اللي على المقدمه على البدايه الاولى في هذه اللحظه. ما شاء الله احمد بن محمد بن راشد الظاهري الى هال العين، الى هال العين، دار الزين، سلام بالانفراد، سلام بالانفراد، ال400 متر الاخيره، التوقيت التوقيت، روح مع هذا الانطلاق، حرك آلية. وصدرت عليه الاوامر، صدرت عليه الاوامر، مطنش على المركز الاول احمد بن محمد بن راشد الظاهري، سلام عيناوي سلام، سلام عيناوي سلام، تحيه لهال العين، تحيه مشاهدينا الاعزاء للظاهري على تقديمه لهذه النوعيه، لهذه النوعيه المتميزه والجميله ما شاء الله. تهانينا تهانينا لاحمد بن محمد بن راشد الظاهري على فوز مطنش وانتزاع لناموس هذا الشوط ولحظه وصوله الى خط النهايه محققا هذا الفوز والانتصار، بينما وصل في المركز الثاني مشاهدينا الاعزاء اللي هو مذخور سلطان بن علي بن سلطان بن ميرين، المركز الثالث وصل الشبل لمبارك بن سعيد بن حمدش الخيلي. هكذا مشاهدينا الاعزاء النتيجه، عوده الى التوقيت الزمني 4 دقائق
والتوقيت الأفضل يتسجل مشاهدين الأعزاء 32 ثانية. تهانينا والناموس يا الظاهري، هذه النوعية المتميزة. تهانينا والناموس لأحمد بن محمد براجد الظاهري على فوز مطنش وانتزاعه لناموس هذا الشوط، وأيضا وتحطيم للرقم القياسي والتوقيت الأفضل يتسجل تحت أقدامه. تهانينا والناموس على هذا الفوز.